معنا من العاصمة الألمانية برلين السيد حسام عيسى، مؤسس حملة الرقة تذبح بصمت. سيد حسام، أهلا بك معنا. مثل هذه السلوكيات السادية والأساليب الإرهابية في التعامل مع البشر، وجاني هنا امرأة والضحية نساء، إلى أي حد تكشف وحشية أفراد تنظيم داعش سواء كانوا من الرجال أو النساء؟ مساء الخير. الموضوع هو موضوع يعني جدا كبير، خاصة الأشياء اللي راح يكتشفها العالم بعد السيطرة على مدينة الرقة. سجون تنظيم داعش وصلت فيها يعني حالات التعذيب إلى حالات الموت، إن كان من السجانات النساء الغربيات خاصة، أو حتى من الـ يعني الجنسيات العربية الأخرى، وهو يعني هم أكثر الشيء المشهورين بطرق التعذيب. طبعا طرق التعذيب وصلت يعني مثل ما تحدثت بتقرير العظاظة، ممارسات وحشية ثانية، لكن حتى ببعض الشهود العيان اللي نقلونا عن استخدام الكهرباء على مناطق حساسة للنساء من قبل عناصر تنظيم داعش الرجال. يعني الموضوع وصل لحد لا يطاق، طبعا ما عدا الممارسات اللي بيمارسها الأزواج خاصة من المغرب العربي، لأنه يعني لن يكون هناك تحديد جنسي، لكن هناك عنف يمارس على النساء في المنزل، هناك عنف يمارس على النساء في السجون وفي كل مكان، طبعا من كتيبة الخنساء ومن عناصر تنظيم داعش، نعم. إن كان الحزب أو إن كان حتى الفريق الأمني. السيد حسام، من خلال مجال عملكم، هل التقيتم بحالات مماثلة سواء كانوا ضحية أم جاني، رجال أو نساء؟ التقينا في السابق بزوجة لعنصر داعشي ليست سورية الأصل، من جنسية عربية. طبعا تم نقلها إلى المشفى عدة مرات في الرقة، كانت تعاني من مشاكل كبيرة، يعني طبعا ممارسة بعنف أو حتى اعتداء بشكل غريب. يعني طبعا هذه الشاهدة تحدثت لنا عن كثير من الفظائع، ليس فقط عليها، يعني ليس فقط حالتها، هي قالت أن يعني ما يقارب 30 أو 40 امرأة كانت تتردد بشكل دائم على المستشفيات في الرقة، وهناك الطرف الآخر الذين يعني لا يذهب أبدا إلى المستشفيات ولا لا يسمح لهن بزيارة المستشفى أو زيارة طبيبة نسائية. نعم. طيب سيد حسام، أيضا الآن وفي ظل توالي خسائر داعش وانحسار رقعة احتلاله للمناطق في العراق وفي سوريا، إلى أي مدى تتراجع قدرة التنظيم في تجنيد النساء واستغلالهن لتنفيذ أعمال التنظيم الإرهابية، وكيف تنظر أصلا لاستغلال النساء في أعمال وحشية مثل هذه وغيرها؟ الموضوع جدا متشعب، يعني تنظيم داعش من سابقا كان يستخدم النساء في تجنيد النساء، وهذا اللي كان يصير يعني بالرقة، كان يستخدم النساء الإرهابيات لتجنيد أخريات ونساء السوريات لتجنيد سوريات أخريات. تنظيم داعش مع انحساره هو عم يفقد السيطرة على التجنيد بشكل عام، كان تجنيد رجال أو نساء، لكن ما ننسى أنه تنظيم داعش هو يعني ليس مجرد تنظيم إرهابي، تنظيم قاتل، تنظيم يمتلك السلاح. تنظيم داعش هو فكرة، والفكرة يعني لا تموت بالسلاح، يعني محاربة تنظيم داعش ليست فقط بالسلاح وإنهاءه عسكريا، نحن عم نتحدث عن يعني هناك أطفال الآن يعني ليس لديهم اسم، مثلا والده مثلا أبو فلان المهاجر، أبو فلان الأمريكي، أبو فلان الألماني. تنظيم داعش زرع فكرة التطرف في كثير من الأطفال، في كثير من النساء، وهذا الشيء اللي لازم يعني يتم العمل عليه في حال خسارة تنظيم داعش نهائيا في سوريا وفي العراق. طيب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من العاصمة الألمانية برلين حسام عيسى، مؤسس حملة الرقة تذبح بصمت.